سأل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ما هو المبرر لتعثر تأليف الحكومة سوى المصالح الشخصية والفئوية سجالات توزيع الحقائب على حساب الصالح العام. كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد في الديمان. لكل مسؤول سواء في العائلة أم في المجتمع أم في الكنيسة أم في الدولة، ونتساءل لماذا الأمور متعثرة في العالم وبنوع خاص عندنا في لبنان؟ أليس لأن المسؤولين بدلا من أن يسمعوا كلام الله يسمعون بالأحرى كلمة أهوائهم ومصالحهم وحساباتهم وربما كلمة الخارج من دون أي اعتبار أو اهتمام بالخير العام وبالشعب ومصالح الدولة، الأمر الذي يمنع لبنان من أن يسير في ركب التطور والنمو والازدهار. وقال الراعي إنه فيما هم يهملون الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم من دون أي مسعى لوضع خطة إنقاذية، يتعمون عن العجز العام المتزايد وقد قفز من 2.3 مليار دولار في سنة 2011 إلى أكثر من 6 مليار في السنة الحالية 2018، ومع هذا ما زالت مصاريف الدولة على تزايد وما زال النمو الضريبي مخيباً.